أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم آيات عديدة تحصر الرزق بالله سبحانه وتعالى. الرازق هو الله عز وجل ولا غير. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. ظاهر الآية المباركة الحصر أن الرازق هو الله عز وجل ولا غير. أسألكم، هل أنت ترزق أبنائك أم لا؟ نعم. صاحب المطعم تطلب منه أن يرزقك أم لا؟ نعم. بائع الفواكه يملك الرزق؟ نعم، ويرزقك بالفعل، تطلب منه أن يبيع لك فواكه، هذا ليس طلبا بالرزق؟ شركات الأطعمة والأشربة لا يملكون الرزق؟ يملكون ويرزقون، يرزقون الآلاف، لعل الشركات الكبرى يرزقون الملايين. الأب يرزق، الأم ترزق، الأخ يرزق، الصديق يرزقك، يدعوك يرزقك. لماذا الآية تقول، ظاهر الآية الحصر، أن الرازق هو الله عز وجل ولا غير، وكل المؤمنين بلا استثناء، حياة البشر هكذا،
كل المؤمنين يبتغون عند غير الله عز وجل الرزق. كل إنسان هكذا، الإنسان الذي يعيش بين الناس يطلب من هذا أن يرزقه. تطلب من أمك أن تأتي لك بطعام، تطلب من زوجتك أن تطبخ لك طعاما معينا، إذن رزقك كان عند من؟ عند زوجتك، عند أمك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله، يعني عند الله فقط الرزق. يعني كل المؤمنين مشركون بالله عز وجل يطلبون من غير الله سبحانه وتعالى. كلا، هذه الآية المباركة والعشرات من الآيات القرآنية المباركة تبين أن الرازقية الحقيقية، الرازقية بالاستقلال، الرازقية بالقدرة الذاتية، الرازقية من دون احتياج لشيء آخر ولشخص آخر، هكذا رازقية مختصة بالله سبحانه وتعالى. أما الرازقية المستندة إلى قدرة الله عز وجل، للآلاف لا، للملايين لا، للمليارات، أكثر البشر لعله يرزق ولو مرة واحدة في حياته، ولو أن تعطي كأس ماء لشخص آخر إذن رزقته، ولكن رزقك إياه مستند إلى قدرة الله عز وجل التي جعلتك مقتدرا على الرزق. فإذن رزقك ليس بالاستقلال، رزقك ليس بقدرة ذاتية منك. هذا هو الفارق بين المؤمن والمشرك. المشرك يرى استقلالية لغير الله عز وجل، المؤمن ينسب كل الأشياء لغير الله عز وجل ولكن لا يرى استقلالية لهم. كل قدرات كل الخلائق مستند إلى قدرة الله عز وجل، الله قدرهم، ومتى ما شاء يتمكن أن يسلب قدراتهم. الشرك بالله عز وجل أن تقول يد الله مغلولة، الله عز وجل خلق الكون ثم الآن لا يتمكن أن يتصرف في الكون، هذا شرك، هذا يجعل في عرض الله المخلوقات. هذا الشخص الذي يرزق عند هؤلاء اليهود يرزق بقدرته، الله عز وجل لا يتمكن أن يفعل له شيئا، هذا شرك. أما أن تقول أن الناس يرزقون وبالفعل يرزقون والقرآن يقول يرزقون فارزقوهم، كالآية القرآنية هذه، فارزقوهم آية قرآنية، الله أمر بأن ترزق، ولكن رزقكم لهم مستند إلى قدرة الله عز وجل. هذا هو الفارق. هذه الآيات المباركة التي تتحدث عن أن الرازق هو الله لا غير، يعني الرازق بقدرته الذاتية، الرازق بالاستقلال. آية قرآنية أخرى، الآية المباركة التي توجنا بها الحديث، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، الله عز وجل ما قال هل من شركائكم من يفعل كل هذه الأفعال، لا،
قال هل يوجد من شركائكم أنتم الذين تعبدون غير الله، الذين كانوا يعبدون فرعون، الذين كانوا يعبدون نمرود، الذين يعبدون أي مخلوق؟ شركاؤكم الذين تجعلونهم شركاء لله عز وجل، هل هؤلاء يفعلون ماذا؟ من ذلكم، يعني بعض ذلك ليس كله. هل يوجد من شركائكم من يفعل بعض هذه الأفعال؟ خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، المخلوقات لا تفعل هذه الأفعال؟ بعض هذه الأفعال لا تفعلها؟ من الذي يميت؟ أليست الملائكة تميت؟ هناك ملائكة خاصة عملها خاص بالإماتة، هؤلاء أماتوا أم لا؟ مخلوقات أم لا؟ كيف أن الله عز وجل يقول بعض هذه الأفعال أيضا لا تنسبها إلى غير الله؟ والذي ينسب بعض هذه الأفعال فهو مشرك. آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الذي يقول أن الملائكة تميت هو مشرك بالله عز وجل، كل المسلمين يعتقدون الملائكة تميت. القرآن يقول قل يتوفاكم ملك الموت، ليس فقط هو، توفته رسلنا، رسل ملائكة، مجموعة ملائكة. الإماتة خاصة بالله عز وجل، لا، ملائكة الله يفعلون الإماتة. الرزق خاص بالله عز وجل، أنت ترزق أخاك، القرآن يقول أرزقوهم. الإحياء خاص بالله عز وجل، عيسى بن مريم ما كان يحيي الموتى؟ حتى الخلق، الخلق أخلق لكم من الطين، أخلق، عيسى بن مريم يقول أنا أخلق. فإذن القرآن لماذا يقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يعني من يفعل شيئا من ذلكم ولو مرة يرزق. شيء غريب؟ لا، ليس غريبا، واضح المعنى، واضح. كل هذه الأفعال انسبها إلى غير الله عز وجل إذا كان ذلك مرتبطا بقدرة الله، جدا طبيعي، عقيدة كل المسلمين ذلك، على الأقل في الملائكة، على الأقل في عيسى بن مريم، كل المسلمين يعتقدون أن عيسى بن مريم كان يحيي، في القرآن موجود، لا يتمكن المسلم أن ينكر ذلك. الملائكة تعتقد أن الملائكة ترزق، أن الملائكة تميت، أن الملائكة تحيي، الملائكة تخلق، الجنين من الذي يخلقه؟ ملائكة الله تخلق. ولكن كل هذه القدرات مأخوذة من قدرة الله، الله أقدر هذا الملك، أعطاه القدرة للإحياء، للإماتة، للرزق. الله أعطاك أنت القدرة على أن ترزق أخاك لقمة، أن ترزق أخاك شربة من الماء، الله أعطاك. فإذن قدرتك ليست من نفسك. الله عز وجل يقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم ولو مرة واحدة؟ يوجد شريك يتمكن أن يرزق ولو مرة واحدة، ولو شربة ماء، بدون أن تنتسب قدرته لقدرة الله؟ يوجد؟ أبدا. إذن الفارق هذا، تنسب الأشياء إلى الناس وتعتقد أن قدراتهم مأخوذة من قدرة الله، هذا عين التوحيد. تنسب إلى الخلائق قدرات، ولو قدرات صغيرة، ولو شيء ضئيل جدا، وتعتقد أن هذا باستقلاليته من دون ارتباط بقدرة الله عز وجل يفعل، هذا هو الشرك. الفارق هذا، هذا الشيء لا يتمكن منه عيسى بن مريم ولا الملائكة ولا الأعظم من عيسى بن مريم، أن تكون له استقلالية أبدا. الله عز وجل أعطى للناس قدرات بأشكال مختلفة، بدرجات مختلفة،
أعطى قدرات أكبر من ذلك للملائكة، أعطى قدرات أكبر من ذلك لبعض الرسل. والله عز وجل الذي أعطاك القدرات، بعض القدرات، هو جمع قدرات الكون لأنوار محمد وآل محمد. في أكثر من خطبة تحدثنا عن شيء يعتقد به جمع من كبار علمائنا، أن الله سبحانه وتعالى جعل أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي الواسطة في كل الخلق وفيما يرتبط بالخلق. هذا المعنى الذي يعتقد به جمع من العلماء، ذكرنا في أكثر من مجلس، في أكثر من خطبة، بعض الأدلة على ذلك من القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة. من جملة الأدلة نضيف دليلا، هذا الشيء يعتقد به المؤمنون كلهم، لعله أكثر المسلمين أيضا يعتقدون بذلك، أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هي أنوار محمد وآل محمد. خلقها بواسطة من؟ من الذي كان هو الواسطة في خلق أنوار أهل البيت؟ طبعا لم تكن هناك واسطة، لأننا نقول أول ما خلق الله، أول ما خلق الله يعني لا يوجد لا ملك لا نبي لا وصي يتلقى هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى ويخلق أنوار أهل البيت. طبعا ما كان أي مخلوق، نقول أول ما خلق الله. إذن خلق الله سبحانه وتعالى لأنوار أهل البيت كان بصورة مباشرة من دون أي وساطة. ثم بعد ذلك خلق، دأب الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ألا يباشر الأمور في هذا العالم. لماذا؟ تحدثنا عنه، لا توجد قابلية أصلا الارتباط المباشر بالله عز وجل، لا يتمكن المخلوق العادي حتى المخلوق العظيم منه. عموما في كل الأشياء جعل وسائط، تعلمون ملائكة الله هي الواسطة في إدارة هذا الكون، كل شيء من الخلق إلى الإماتة إلى الأحياء إلى الرزق إلى التعليم إلى أي شيء، توجد هناك ملائكة. ولكن أسألكم، هل قرأتم أو سمعتم نصا شريفا، آية قرآنية حديث شريف يبين أن الله عز وجل باشر خلق الملائكة؟ أنا ما وجدت. الله عز وجل خلق الملائكة مباشرة؟ ما وجدتنا. الملائكة خلقت بواسطة، من الواسطة في خلق الملائكة؟ لم يكن في ذلك الزمن، في ذلك العهد، حين ذاك لم يكن أي مخلوق آخر يجعله الله سبحانه وتعالى هو الواسطة في خلق الملائكة إلا أنوار محمد وآل محمد. إذا كان خلق الملائكة العظام، والله عالم بعظمة الملائكة، إذا كان خلق الملائكة العظام بواسطة أنوار أهل البيت عليهم السلام، كيف نستصعب أن يكون خلق البشر بواسطتهم؟ كيف نستصعب أن يكون خلق الجمادات بواسطتهم؟
كيف نستصعب أن يكون خلق الجن والحيوانات بواسطتهم؟ طبعا خلق البشر أيضا ما كان مباشرة من أنوار أهل البيت، بين أنوار أهل البيت وخلق البشر وسائط، البشر دون هذا المستوى. أنوار أهل البيت خلقت الملائكة بأمر الله عز وجل، بعلم من الله بحكمة، هذا ذكرناه، بعلم من الله بحكمة من الله بقدرة من الله والأمر من الله، أعطاها ثلاثة أشياء ثم أمرها. بواسطة الملائكة هذه الأنوار خلقت البشر، خلقت الحيوانات، خلقت الجن، خلقت الجمادات. صعب؟ جدا طبيعي. إرادة الله لا يتمكن المخلوق حتى الملائكة أن تتلقى، حتى الملائكة أن تتلقى إرادة الله عز وجل مباشرة من الله، لا تتمكن، ليست بهذا المستوى. الذي يتمكن أن يتلقى إرادة الله سبحانه وتعالى مباشرة من الله هو الذي كان قاب قوسين أو أدنى. هذا يتمكن أن يتلقى الإرادة المباشرة، إرادة الرب في مقادير ما قدره، في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنا أسئلة. السؤال الأول، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الواسطة بين الله عز وجل والملائكة، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يتلقى إرادة الله مباشرة، فإذن لماذا كان جبرائيل ينزل عليه ويعلمه الوحي؟ الجواب واضح، ما كان يعلمه الوحي، رسول الله يعلم الوحي. القرآن يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. أنت تعرف يا رسول الله، ولكن انتظر. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل بالقرآن، أنت تعرف القرآن. أنتم تعلمون، أنتم مؤمنون ولله الحمد. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عمره على أكثر التقادير 3 أيام ولعله أقل، قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله ب10 سنوات. عندما خرج مع أمه سلام الله عليها من الكعبة المشرفة، أخذه أبو طالب سلام الله عليه، أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله، على يد رسول الله قرأ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم، إلى آخر الآيات، 10 آيات قرأها من القرآن قبل أن ينزل جبرائيل على رسول الله ب10 سنوات. أمير المؤمنين يعرف القرآن، هو يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء. إذن ما هي فائدة جبرائيل؟ الله العالم. طبعا نحن نعلم بتعليم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعض الفوائد. القضية قضية نظام، قضية شيء للبشر، قضية عقول البشر الصغيرة التي تغالي البشر، إذا رأى شيئا يغالي لا يتحمل، كثير من البشر هكذا، لعل بعض المؤمنين لا يغالي، يعرف الحدود الدقيقة، أما إذا رأى الناس بعض الأشياء من رسول الله يدعون الألوهية لرسول الله، هذا الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى. هذه من فوائد نزول جبرائيل، طبعا فوائد كثيرة. هذا المثال ذكرته لا أعلم هنا أو في مجلس آخر، رئيس الدولة
مع رئيس الحكومة يجلسان يتفقان على أمور، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى أن ترسل بعد الاتفاق، بعد أن علم بذلك، ولكن يرسل رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة مثلا، يرسل بريدا معلن عنه، بريد يأتي، بريد رسمي يأتي بإصدار الأمر الفلاني من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة مثلا، رئيس الحكومة يعلم، ولكن هذا بروتوكول، هذا نظام، سميه ما شئت. رسول الله يعلم كل شيء، جبرائيل هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يعلمه شيئا، ولكن لكي ينفذ شيء يلزم أن يأتي جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ينزل جبرائيل حتى ينفذ. بروتوكول سمه. سؤال ثاني، رسول الله خلق الملائكة، خلق آدم، معقول يعني رسول الله ولد بعد آدم، بعد خلق آدم آلاف السنوات كيف يخلق آدم؟ القضية واضحة جدا، الجواب واضح، نحن نقول أنا بشر عادي، عندي جسم خلق في هذه السنوات، عندي روح، أنا الإنسان العادي، روحي خلقت قبل آلاف السنوات، أنا كنت في عالم الذر قبل آلاف السنوات، أنا الإنسان العادي. رسول الله صلى الله عليه وآله مثل البشر، له جسم، خلق جسمه الشريف في عام الفيل، له روح، خلقت روحه قبل آلاف السنوات قبل خلق آدم. إضافة على ذلك رسول الله عنده شيء آخر، له نور، نور رسول الله ما خلق قبل آدم بآلاف السنوات، هو أول ما خلقه الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا النور هو الواسطة في خلق الأشياء، كان أم لا كان؟ نعم كان، أول شيء خلقه الله. وهناك أسئلة وأسئلة، القضية واضحة، القضية جدا طبيعية، الله عز وجل لا يباشر خلق الأشياء، هذه حكمة الله، الأشياء لا تتحمل أن تأخذ الأوامر من الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة، حتى الملائكة العظام لا تتحمل، إلا قلة من المخلوقات لها قدرة الارتباط بالله عز وجل ارتباطا مباشرا. المنصور الدوانيقي أرسل على السيد، السيد يعني السيد الحميري، سيد إسماعيل الحميري رضوان الله تعالى عليه، فلما جاء قال له، طلب منه أن يمدحه، فأنشد السيد الحميري رضوان الله عليه، قال له: فدع ذا وقل في بني هاشم فإنك بالله تستعصم بني أحمد، يعني يا بني أحمد، بني أحمد حبكم جنة وودكم خير ما يعلم بكم، فتح الله باب الهدى ودين الإله بكم يحكم، بكم بدأ الله خلق الورى وذاك غدا بكم يختم. البدء بكم والختم بكم، المعرفة جزء كبير
من الإيمان، الجزء الأساسي من الإيمان أن يعرف الإنسان الحقائق التي جعلها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق تلك الأنوار التي خلقها الله سبحانه وتعالى من نوره، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم زدنا حبا لهم، زدنا معرفة بهم، زدنا تفانيا لأجلهم، ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين